جاو مزاوني من هاي. شديت سوفيا شديت. اجمل الاماكن اللي يقدر يزورهم الواحد هنا في مدينه طنجة هو المنتزه ديال الرميلات. صراحه المتنفس رائع وجميل للواحد اللي بغى يبدل الروتين ديال النهار ديالو ولا ديال الخدمه ديالو. كنحمد الله على هذه الغابه هذه اللي هي صراحه متنفس رائع جدا لاي واحد. طبعا من بعد اسبوع ديال العمل الواحد يجي في الصباح هيدا مثلا تيفولا يفوج على راسو، فمكان يستحق الزياره. وهذه رساله اي واحد جا، حافظوا على هذا المكان، حافظوا على هذه المعلمه هذه طبيعيه، باش فوقاش ما جيتي جبره في واحد الحله مزيانه طيبتي كليتي اي حاجه جمع المسائل ديالك وديها وسيبها باش ملي ترجع مره اخرى جبر بلاصه نقيه عاود. هادشي اللي كاين. شوف قد في ناس وبهكذا كتكون تالت الجولة ديالنا هنايا في غابة الرميلات، المكان الهادئ. لا ما صراحة ما بقاش هادئ، جو كيعملوا هنايا العيد ميلاد لي زانيفيرسير، بنادم كيجي هنا يجبر راحته والهدوء ما بقاش. ها بوينو، الله يعاون أي واحد ويسهل لأي واحد. علاش هني بنادم كيجي هنا باش يرتاح، كي كاين بنادم عاوتاني عنده رأي آخر. إيوا بهكذا كنكونو سالينا الفيديو ديالنا، خليناكم على خير إلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم. مازال ما نسيت الجلسات فاس، خلعة وزريع الكاس، ولا عين الكحلة يا ناس، يجرحوا الكوبيد كل شي بالقاعدة.